شايف مرات تستخدم موقع معين أو تطبيق معين أو حتى ممكن لعبة معينة، ولكن تتفاجأ بأن هذا الموقع أو هذا التطبيق أو هاي اللعبة تكون غير مجامة في بلدك أو غير متوفرة في المكان الموجود به أنت حاليا. ولذلك سويت هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله بهذا الفيديو راح أتكلم وياك عن موقع راح أعطيك الإمكان بأن تغير موقعك الحالي إلى أي موقع تريده أنت، وكل هذا من خلال برنامج واحد فقط. إذا كنت مهتم فخليك وياي. السلام عليكم متابعين الأعزاء، وأهلا بكم بهذا الفيديو. الآن قبل ما أتكلم أي تفاصيل هذا الموقع، إذا كنت ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل الجرس وخلي لايك لهذا الفيديو. هاي الأشياء البسيطة تعتبر دعم جدا كبير بالنسبة للقناة، أكيد تسويها راح تكون دعم جدا كبير بالنسبة لي. المهم الآن أتكلم عن هذا الموقع. هذا الموقع هو من شركة آي ماي فون. هذا الموقع هو تطبيق موجود ضمن شركة آي ماي فون. آي ماي فون شركة عندها أكثر من تطبيق، ومن ضمنها التطبيقات هو تطبيق أني تو، واللي هو التطبيق راح أتكلم عنه بهذا الفيديو. الآن مثل ما ذكرت بالبداية، فكرة الموقع ببساطة بأنه تغير موقعك الحالي إلى أي موقع تريد أنت حول العالم. فالآن خلينا ننتقل لللابتوب حتى اوضح لكم شلون تربط جهازك عليه وشنو الاعدادات لازم تفعلها على جهازك الموبايل على ما ترتبط بشكل مباشر مع هذا الموقع. فخليكم وياي. كل اللي عليك ان تسويه هو ان تحمل تطبيق هذا من خلال الرابط الموجود اسفل الفيديو بصندوق الوصف. بعد ان حملت هذا التطبيق وثبته بشكل مباشر على الكمبيوتر الخاص بك، راح تفتحه وراح تطلع قدامك هاي الواجهه الخاصه بهذا الموقع. بالبدايه دوس على جيت ستارتد، راح يطلب من عندك ان تربط جهازك بالكمبيوتر. الان جيب موبايلك واربطه بالكمبيوتر من خلال كابل يو اس بي. بعد ما تربط جهازك هنا على الكمبيوتر راح يطلع قدامك هنا على الواجهه الاماميه لهذا الموقع، راح تطلع لك الاعدادات والخطوات اللي لازم تفعلها على جهازك الموبايل على ما ترتبط بهذا الموقع بشكل مباشر. طبعا لان انا مستخدم هذا الموقع من قبل وذاك ما طلع قدامي هنا، ولكن راح تطلع قدامك، ولكن راح اقول لك شنو الاعدادات لازم تفعلها على جهازك الموبايل. اول شيء تروح على الاعدادات، بعدين تروح على حول الهاتف، بعدين تروح على رقم الاصدار، وتفعل هنا اكو شيء اسمه خيارات المطور. بعد ما فعلت خيارات المطور راح تروح عليها، راح تروح على شغله اسمها تصحيح اخطاء اليو اس بي، او اذا كان جهازك باللغه الانجليزيه راح يكون مكتوب عندك يو اس بي ديبوجينج. راح تفعل هذا الخيار، وبعدها راح اشوف ان الموقع فتح وياك بشكل طبيعي جدا. واجهه الموقع واجهه سهله جدا، من خلال نقص وزاد الموجوده على جهه اليمين راح تقدر تزوم او تبعد بالخريطه، ومن خلال الماوس اللي بيدك راح تقدر تحدد على اي مكان او اي موقع، وببساطه راح يتحول موقع جهازك لهذا الموقع اللي اختاريته انت. او عن طريقه ثانيه، طريقه البحث عن اسم المدينه او اسم المكان، تكتبه بالبحث ومباشره تنتقل لهذا الموقع. هذا كان شرح مبسط طريقه عمل هذا الموقع. الان نرجع الفيديو مره ثانيه. الان بعد ما شفت طريقه تغيير موقعك وطريقه تربط جهازك على الكمبيوتر وشنو الاعدادات لازم تفعلها من جهازك على ما تربط بشكل مباشر، اعتقد صار عندك فكره واضحه عن طريقه عمل هذا الموقع. الان بالنهايه لازم تذكر شغله مهمه جدا بان هذا الموقع هو موقع مدفوع مو مجاني، ولكن الشركه عندها اكثر من باقه، تقدر تختار الباقه اللي تناسبك انت وتناسب احتياجك. بالنهاية هذا كان كل ما عندي بالنسبة لهذا الفيديو. أكيد إذا كان عندك أي سؤال اذكره بالتعليقات وإن شاء الله راح أجاوب عليك بأقرب وقت. أنا محمد، وأكيد أشوفكم بالفيديو الجاي.